ويا الممبرين سلير شو نسميناه في الابدومين؟ سكاربا فاشا. سكاربا فاشا خلنا ناخذوها. هاي سكاربا فاشا في الابدومين، سكاربا فاشا تاع الابدومين نازله توصل. شو تلقى هنا انجواينال ليجام 1 انش ولا 1 سنتيمتر ولا 2، ما ندورش في المعلومات. لا كم يجيبوا لك غلط نقول لك 10 سنتيمتر، لكن عمره ما يجيب لك 2.5 1.5. هذا كلام ربش مش طب. كان بنقول لك 5 سنتيمتر هلبه، نقول لك 1 سنتيمتر يفرق على 4 سنتيمتر يعني هلبه. صار نقول تحت الانجوين ليجمنت ب 1 فينجر بريت عرض صبع. شدوها الكلمه هذه في الطب نستعملوها هلبه، فينجر بريت عرض صبع. تو لما تشتغل في مستشفى معش بالسنتيمتر، ما عندكش وقت تقيس عرض صبع تحت الخط، هو عرض صبع خلاص. والصبع عرض صبع ديما ياخذ 1.5 سنتيمتر على زياده، المهم 1 انش او اقل شوي. المهم 1 فينجر بريت اور 2 فينجر بريت تحت الشكون الانجوين ليجمنت تجي ديب فاشيا. هذه سكاربا فاشيا وتلتحم مع الديب فاشيا اسمها فاشيا لات. يبدا هيك تلتحمت، احقن سوائل هنا، سوائل تنزل 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 وتوقف هنا ما عادش تنزل للتاي. باهي. اما السوائل اللي تصير في بنادم في حياته العمليه لما ينضرب اليوريثرا، اليوريثرا زمان ندير المطبق نتاع هذا في الشوارع، عرفتوه المطبق الحديد ولا؟ شنو بنادم يجي يقول للمطبق هيك في سنه خامسه تاخذها في الجراح، يقول المطبق هيك الحديده تطلع وتضربه من هنا، تضربه تضرب له اليوريثرا تقص سهوله. انت كيف تعرف اليوريثرا انضرب؟ تقول له خش اعطيني شويه بول، يخش الحمام او ما بيتبول. طبعا الدنيا ترفض، قدامي مسكر والخلفي انا اللي مقطوع، البول معشق يطلع برا، البول يطلع هنا. تبع البول بعد يومين ثلاثة كان كنت ما درتش عملية يوصل للأكزيلا. شفنا حالات احنا زمان نفتحه هنا ونطلعوا في البول من هنا. علاش هذا؟ لأن سكاربا فاشيا واصلة للتوراكس هنا. باهي لوطة لوطة نلقوا الانتفاخ واصل لهنا تحت انجوان الليجم ولوطة ما في شيء. شو اللي خلاني أعطاني المعلومة هذا؟ أن سكاربا فاشيا فيوزد مع شكون؟ مع الفاشيا لاتا 1 فينجر بريت تحت شكون الانجوان الليجم. معلومة كلينيكية تلقوها في حياتك. هذا اللي يهمك في الطب، هذا الكلام مهم جدا. باهي اشبعها هاي ريتها ارتبط وين؟ هذه خضرة فاشية لاتا، هاي الزرقاء اسمها سكاربا فاشية، جت وان فينجر بريت ولزقتها هنا. علاش ندير الاسم هذا؟ لما يضرب اليوريترا البول يطلع ويوقف هنا البول. يعني تقدر تجي حتى هنا وتفتح فتحة وتطلع اليورن اللي هو البول من الجهة هذه. وكان بيستمر يركب فوق، قلنا للتوراكس فوق. دي فاشيا شو سميناها؟ فاشيا لات. قلنا في جهه اللاترال سايد شو صار لها؟ تيكنينج ولا؟ شو سميناها في جهه اللاترال سايد؟ تيكنينج اللي تيبيال تراك. اليو شو معناتها؟ الاليك بون. وين شد؟ في التيوبركل. فكر في التيوبركل ولا؟ صار شدت في التيوبركل بتنزل زي في جهه اللاترال. شو العظمه اللي في جهه اللاترال في اللينك؟ لا فيبيولا. بالعقل انت بتخيل تقول شد في الفيبيولا، هي ما تشدش في الفيبيولا، تشد في الوين؟ في الانتيريو لاتر بارت نتاع التيبيا. صار اليو تيبيا من اسمها اليك، اليك بون. وين؟ في التيوبركل صح؟ وين تمشي؟ في جهه اللاترال. شن تحت العضله؟ فاستس لاترالز. في عضله بناخذها بعد شويه اسمها فاستس لاترالز نلقاها تحتها. شن هي اليو تيبيا تراك؟ تيكنينج في الديب فاش فاشلت. وين شدت فوق؟ بالاليك بون. وين بالضبط؟ في التيوبركل. نزلت وين بتشد؟ مفروض في الفيبولا. لا شدت في التيبيا، في الانتيريو لاترال سايد نتاع التيبيا. شنو وظيفتها؟ اتفقنا ذاك النهار لما توقف مدة طويلة، لما توقف صار during standing for long time stabilized تبت. شنو؟ الني في extension، تخلي الني واقفة في extension. قلت هاك ذاك النهار. شنو الحاجة الثانية تعطي؟ تعطي insertion لعضلة اسمها gluteus maximus، عضلة اسمها tensor fascia. لا صار وظيفتها الوقوف مدة طويلة وتدير insertion لعضلتين. هذه وظيفتها اللي اسمها اليو تيبيال تراك. الديب فاشيا زي الابر لم، شنو وظيفة الديب فاشيا؟ خذ الابر، شنو زمان؟ شنو تفكروا وظيفة الديب فاشيا؟ تكون كومبارتمنت، معناتها تطلع من الديب فاشيا سبتة وسبتة وتشد في البون. حتى هنا تطلع سبتة وسبتة وتشد في البون. شنو البون اللي هنا؟ الفيمر. الفيمر مناش تكون الفيمر؟ هيد نيك جريتر تروكانتر ليسر تروكانتر، الخط اللي ما بيناتهم انتر تروكانتريك لاين، هذا من قدام الشافت ولوطه الكراكيب الكبار اسمهم كوندايلز. كوندايل ميديا كوندايل. خذوا اقلبوا الشافت شوفوهم من التالي، تلقوا في خط زي الموس يابس طالعه شارب اسمها لينيا اسبيرا.
صار كلمه لينيا اسبرا عباره عن الفيمور التالي. هذه الفيمور التالي، هذه الفيمور اللي قدام، الفيمور التالي تلقى خط هيك عظمه بارزه طالعه مش حتى يعني طالعه شارب زي الموس. هذه اسمها لينيا اسبرا، خط اسمها لينيا اسبرا، شاده فيه كل الهمان اللي سبته من هنا ومن هنا، كونت انتير كومبارتمنت بوستير كومبارتمنت وميديال كومبارتمنت. صار قديش عندي كومبارتمنت؟ ثلاثه، انتيريو ميديال و الانتير. في عضله اسمها رباعيه كوادريسبس، باهي تعمل سيادتك، باهي ميديال كومبارتمنت الدكتور لان يدير ادكشن. التاليه اسمها هامسترينج كومبارتمنت، صار عندي ثلاث كومبارتمنت، كوادريسبس لان في عضله اسمها كوادريسبس، هامسترينج اسمها هامسترينج، كو الدكتور لان يديروا ادكشن او ميديال كومبارتمنت. صار هذه الانتير كومبارتمنت، ميديال كومبارتمنت، بوستير كومبارتمنت، كل واحد اعطيناها اسم باش نفرقوه يعني بعض. كل كومبارتمنت شنو فيها؟ فيها مصل. شنو هي هي البيضة؟ اليوتيبيال تراك. يس اليوتيبيال تراك اللي تحتها العضلة شنو اسمها؟ فاستس لاتيرالس، فاستس لاتيرالس. تو ناخذها السفنس اوبننج غطيتها بكريكا اللي قلتها لكم نفسها. ده تحت السفنس اوبننج جينا احنا هذا اسمه السيرف اناتومي. تصوروا انتم هذا اللي ما غطوش فيه معظم دكاترة زمان لما جبت مصريا لن طيروها لي، نجيب كنت 10 كل شهر قعدت رئيس قسم مده طويله، نجيب فيهم يعطوا في الطلبه الكلام مساكن هذا التيتشنج بتاعهم. لكن لما انا قعدت قريت في كندا وبريطانيا واحد ماشي يدور فيه دوت كنت انا سنين المفروض تعرفها شنو اسمه، لا يدور سيرف اناتومي. انت دكتور لما جيت انا رقدنا بلاد مالو مع بعضنا مشينا رقدنا بلاد مسوا معايا بيوم كتبر كنا مسيناه، خذوا 4 سنتيمتر هنا 4 سنتيمتر هنا حط ايدك حساب تحس انت فتحه اسمها سيفنس اوبننج ما تحسش لان حاجه سوفت. شنو اللي يحس في جسمنا؟ البون حاجه هارد يابسه، بون كارتيلج هذا تقدر تحسه باقي سوفت. توني حاط ايدي على السيفنس اوبننج ما تحسش في فتحه باهي. هذه افرض واحد خدينا له موس وضربناه هنا في السيفنس اوبننج او في الاربع سنتيمتر هنا، شنو اللي ينضرب؟ ينضرب هو اللي تحتك. شنو هما اللي تحتي؟ نلقى في جهه اللاترال ارتري اسمها فيمورال ارتري فين، وهذا السيفنس جريت سافينس فين، والاخضر هذا شنو الاخضر؟ الشيت. الشيت اللي حواليه الفيمورال يس ارتري والفين سموه فيمورال شيت. بس كل كلام تقدر تجيبه بالمعنى فيمورال ارتري غلفه شيت شنو سموه؟ اسمه فيمورال شيت. صار الستركشر اللي تحت السافينس اوبننج شنو هما؟ او قدامي فيمورال ارتري، فيمورال فين، جريت سافينس فين، والفيمورال شيت. معناتها اي واحد انت مرات تجيك طلقه واحد مضروب طلقه هنا او موس تقول شنو نضرب زعلك؟ تقعد تخمم فلان قلت خلينا نشوف البيو كتبر اربع سنتيمتر لو اربع سنتيمتر اه بالضبط هذه هذه سافينس اوبننج. شنو الاحتمال نضرب توا الفيمورا ارتري فيمورا فين جريت سافينس والشيت هذا اللي حكينا عليه؟ نجيو الانتيريور كومبارتمنت شكون قسمناه من ثلاثه كومبارتمنت انتيريور الدكتور و اكستنسور. علاش سميناهم فليكسور ذي القداميات؟ باهي خلينا نجيبها بسؤال خير. هما القداميات يعتبروا فليكسورز ولا اكستنسورز؟ الزوز كان للهب شنو يديروا؟ فليكس. كان للني اكستنسور. صار تقدر تقولها بطريقتين، ممكن يكون فليكسور عليه عليه اما جوي تخدم. صار هذا علاش قلت لكم هذاك النهار ما عادش تقول لا تدير ابدكشن للارم ما تعجبنيش. قول ابدكشن لشكون؟ الشولدر جوينت. ريت تبدا محدد هنا بانت لنا النقطة أهم. صار لما نقول لك الجروب هذا شنو فليكسور ولا اكستنسور؟ قول لي شنو تبي على ما جوينت؟ كان على الهب فليكسورز، كان على الني اكستنسورز. هذه اللي تهمني تو في الصورة هذه. الكونتنتس المنطقة اللي قدامية بناخذوها اسمها انتير كومبارتمنت. شنو العضلات اللي فيها؟ سارتوريوس ماسل، الياكس خديتها قبل، زوس خديتها قبل، بيكتينيس واحدة صغيرونة، والعضلات الرباعية الكوادريسبس. شنو هبية كوادريسبس لينا عموما في العالم هيك خليك مش هنا بس الرياضيين؟ أي مشكلة خذوها قاعدة نعطيكم روز حتى هذه الأورتوبيديك حاجة في العظام. أي بنادم عنده مشكلة في جوينت معينة قوي له العضلات اللي حواليه تتحسن الجوينت هذيك. لما ينضربوا سيلهم ليجامنت ولا جماعة غضروف هذا ما رونالدو زمان وانا مش عارف وها لما نضربوا هذاك شنو يديروا لهم؟ حساب يقعد يديروا في بالي لا لا
يبدا يقولهم في العضلات اللي حوالين الجوينت تتحسن الجوينت. صار تبي تقوي اي جوينت تقوي العضلات اللي حواليها. شو اسمها العضلات؟ كوادريسبس ماسل زعما. شو بلاد سبلاي بتاعتي قدام؟ فيمورال ارتري. ده وفرد جاك سؤال قال لك واتس ذا مين ارتري اوف ذا لوور ليمب؟ شو تقول؟ قلت لك واتس ذا مين ارتري اوف تاي؟ برانش من الفيمور مش هو اسمها بروفاندا فيمورس. خديت بروفاندا قبل ولا؟ شو سميناه زمان؟ بريكياي. هذا بروفاندا فيمورس. صار لاحظ السؤال مرات تركره زي هذا ويغلطوا فيها المطالبه. لما نقول لك بتاع اللو الليمب كلها الفيمور ما عنديش مشكله. لما نقول لك التاي اللي هو بروفاندا فيمورس. النيرف سبلاي اتفقنا كلها فيمور النيرف. خليك تو نبدو بالانتيريور. سارتوريوس مهمه. اول حاجه جينا احنا هيك فتحنا تو مع بعض سكن طحينا سكن شنو نلقوا تحتها؟ سوبرفيشال فاشي شويه شحمات وحدات قلنا لهم هيك خرطناهم مره يصب دم واحد لانه في سبكتين سليش معبي ارتريات وفينات واحد. بعدها بنلقى الديب فاشيه قصينا الديب فاشيه فاشلتها ناحيناها بنلقى عضله باديه من اللاترال وماشيه للميديال ومرقده العضلات اللي تحتها كلهم هيك مرقدت عفسه عليها سميناها سارتوريوس مصر. صار اول حاجه تهمني فيها اطول عضله هنا في الهديه كطول اطول وحده شوف باديه من هنا وماشيه لهنا واخده من جهه اللاترال ميديا طويله. الفايبرز نتاعها تبدا فايبر تمشي تتبعها الفايبر لنهايتها. هذه زمان خديتوها في تقسيم في الانترودكشن اسمها بارلل فايبرز مشيت مع بعض ستريب يسموا فيها كلمه ثانيه ممكن كان شدتها مم هديه يعني معلومه. ثالث معلومه والاهم وظيفتها. نبدا بوظيفه المصل. شنو وظيفتها؟ اسمها الخياطيه بتاع الخياطين. لما تمشي في نهايه شارع مزران على اليسار مش تلقى زنقه قديمه فيها مصريين خياطين يجي ستة سبعة باهي هذه كم تلقاها مقعمز على الكرسي ومداير رجله هيك على رجل ويخيط. كيف دار رجل على رجل؟ قال من الاول في الحركه هذه شنو اسمها هذه؟ شنو دار للهب؟ فليكشن. لاصق بعدها شويه باش تبعد شنو دار توا؟ ابدكشن. بعدها لودها تلويد هيك شنو اسمها الحركه هذه؟ لاترال روتيشن. صار فليكشن ابدكشن لاترال روتيشن دارها وين؟ في الهب. العضله هي ماشيه شاده حتى في الليج شنو دار في الليج توا؟ فليكشن وميديال روتيشن. تو نعاودها معليش تو بديت في الاكشن مبدئيا لان هذا اللي يهمني. نرجع بعدين لوين اتاتشمنت نتاعها باش نزيد نفهم الاكشن اكثر. نيرف سبلاي فيمورال خلاص قدام فيمورال انسى الدنيا كلها ريحنا. هذا فيمورال نيرف يغذي كل شيء. الاوريجن منين؟ تاع فوق من هنا معناتها من الياك سباين انتيريور سوبيريور الياك سباين. مر عليكم شنو تهمني انا كدكتور؟ خليني من الطب ولا انتم الدو فارغ. شنو تهمني كدكتور انتيريور سوبيريور الياك سباين؟ محسوسه معناتها بتستعملها تشوف منها مئات ألف معلومة لك أنت كدكتور. أنا راقد المريض أهي أنتيريور سوبيريور سباين. نقدر نوصل لو خدرت خط منها للأمبلايكس مكبرني بوينت يا سلام عليك. لو درت منها خط للبيوبيك تيوبركل انجواينا الليجمنت هذا وين يشد انجواينا الليجمنت ولا؟ هذه هي مهمة. لو درت عضلة شدت لوطا شو نسموها العضلة هذه؟ نسموها سارتوريس. باهي سارتوريس وين تشد؟ البيبك تيبركل هيك فيها هنا الانجوين الليجمنت وفوق المصل. صار الانجوين الليجمنت هو لوطه والمصل تشد فوق. مهمه هذه. المصل تشد فوق هو انتيريور سوبيريور سباين هيك محسوسه. المصل الانجوين الليجمنت سوري هو الفوق والمصل لوطه. الانجوين الليجمنت لراس الابدومن فوق والمصل لا تحت. صار حاجتين يشدوا في الانتيريور سوبيريور سباين. الفوق شويه اسمها انجوين الليجمنت لوطه شويه اسمها السارتوريوس مصل. علاش؟ لان في مكان ثاني اللي هو اسمه انتيريور انفيريور اليك سباين تشد فيه بالعكس. الليجامنت هو اللي لوطه والمصل هي اللي فوق بناخذها بعد شويه. فنرجع لما نقول لك سارتوريس مصل وين الاوريجن بتاعها؟ قول لي انتيريور سوبيريور اليك سباين. شكون اللي شاد معاها لاصق فيها شاد معاها؟ وين الليجامنت؟ شكون اللي فوق الثاني؟ وين الليجامنت هو فوق وهذه تحت. خلاص غطيت اتفقنا هي هنا انتيريور سوبيريور سباين لاترال تمشي قدام التاي 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 وتمشي وتشد في اللق. لازم تشد في اللق باش تحرك المفصل هذا لازم تمر على المفصل.
اللق شن عندي؟ عظمه هنا وعظمه هنا، هذه شو اسمها جهه الميديا؟ تيبيا. تيبيا تيبيا فيها كركوبتين كبار. كلمه كركوبه شو نقولها في العظام هنا؟ كوندايلز. كوندايلز ميديا الكوندايل ولاتر الكوندايل، وبعدها الشافت، وبعد تالي عندها تو كوندايلز ثانيات. هذه التيبيا تو كوندايلز فوق، وبعد تالي الشافت، وبعد تالي تو كوندايلز لوتر. هي ما تشدش في الكوندايلز، تشدش في الشافت. صار شدت وين؟ في الشافت نتاع التيبيا. تي وين يا دكتور في الشافت؟ في الميديال سايد. هذا كله ميديال. وين يا دكتور؟ في الابر بارت نتاع الميديال سايد. نصيحه هذه نبي نعلمها لكم، تركزوا عليها هذه حتى في رابعه وخامسه وتخرج. لي ما ادري يعني حاجه عامه، خش في الديتيلز. هذه لو جاني في اورل باهي زوج طالبات، هذا قلت لها وين تشد السرتوريك؟ الدكتوره قالت لي في الابر بارت اوف ميديال سايد اوف تيبيا. اكسلنت. طالب اللي بعدها قالت لي، قلت لها وين تشد؟ تقول لي في التيبيا. طرت لي منها باهي وين في التيبيا؟ في الميديال سايد يا دكتور. باهي وين في الميديال سايد؟ في الابر بارت. نحس انا داخليا غصبا عني باهي ان هاد جاوب الثلاثه اجابات وهذه اجابه واحده. هيك راه هذه ما نقرب سيكاتري نعرف فيه. معناتها نحس الممتحن كان هذا جاوبت احسن من هذا، مع ان هذه قالتهم ورا بعضهم احسن، هذه قسمتها الحكايه، هذه طولت شويه عطلت الامتحان وريحت روحها وريلاكس واحد ريت الفولو. هذا التكنيك نتاع اورال غلطه ليه طبعا من الناس اللي انا كنت في اللجنه نتاع وضع السيمسترز باهي، وقفت لهم في دوت بنحو الاورال مره واحد. انا الوحيد اللي والله اقسم الله وقسم وقفت لهم، قلت لهم يوم نطلع وطلعت في بريطانيا وكندا الاور، يوم الاور نمشي نضحك ونلعب كاني مش خاش امتحان، تعودنا هنا في الاور. تبدا تو ما عندكش اور، تبدا لما تخش حاجه كبيره كنا نخش الاور يوم الاور هذه درجتها مضمونه، لانه كنا واتين عودونا في الكليه هنا وعلمونا كيف نديروا الاور بصدق. وهذه التركس علاش نقول فيه؟ لان عارف طلبه هنا يوم ما معظمكم بتحضر، ما عادش في حد يقعد هناك، معظم الناس تجري وتحضر وتشك. الاور حاده مشكله كبيره عند هلبا ناس الطريقه هذه قلت لكم عليها. ديما قسم الموضوع الى ثلاثه اجزاء ديما او جزئين. شنو هي اس جي اس؟ هذه كانت تحفظوها لي تسهل عليا وتسهل عليكم. اس جي اس ثلاث عضلات شدوا بجنب بعضهم. اس جي اس، اس الاولى سارتوريس، جي جراسيلز، جراسيلز نحطوها على التعيين. اس الثانيه سيمي تندينوس. اس جي اس ثلاث عضلات شدوا بجنب بعضهم، هذه تيبيا ثلاث عضلات. ركزوا نرجع خلينا ندير دور على السارتوريس. السارتوريس افرض انت في اورال، ديما عودوا روحكم يا جماعه باش انت حتى تبدا الموضوع سهل. انا في اورال قالت لي الدكتوره هذه واني طالب، قالت لي كلم لي على السارتوريس. نقول لها اتس ون اوف ذا ماسلز اوف ذا لور لم، اتس in the anterior surface of the thigh, is the most superficial muscle extended from the lateral to the medial side of the thigh. سلام. Okay. Origin. Anterior superior spine just below inguinal ligament. Excellent. Insertion. في التيبيا. Exactly in the shaft of the tibia over the medial side in the upper part. سلام عليك. There is two another muscle beside it. Gracilis and semitendinosus. ما شاء الله. Nerve supply is the femoral nerve. Action, it's Taylor muscle. Taylor خياط. Taylor, T-A-I-L-O-R, Taylor muscle. شو بتدير؟ It works on the hip. Doing what? Flexion, abduction, lateral rotation. على knee, flexion and medial rotation. That's it. غطيناها 100%. شو انت خديتها الثانية؟ سوس ميجر. خديتها ولا؟ ديتها ايش في الابدومن؟ خلاص اقراها معناتها ما عادش بنعاود حاجه ديتها. الياكس خديتوها بكتينيس، هذه حاجه جديده. بكتينيس مصر صغيره، شو رايكم مهمه ولا لا؟ مهمه ولا لا؟ يا جماعه واحده مشاكل الطب في ليبيا عندها كل المعلومات زي بعضها، وهذه مصيبه 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 كبيره. ثلاثة احتمال عندي محاضرة في الطبي لجماعة امتياز طرابلس كلها ودكاترة، نقعد ندير محاضرة كل سنة. الأسبوع اللي فات ما نسخوش كويس، لكن الأسبوع هذا كانت نسخت معناتها الثلاث ما تفوتكمش كويسة جدا. كيف؟ الديفكت اللي نلقى فيه في الدكاترة. سوسوا عندها هذه زي نو، في فرق السماء والوطاء.
البكتينيس كيف نعرف أهمية الحاجة؟ يوم نفقدها هل بحاجات في حياتكم توا عادية وما تحسش بقيمتها بك؟ يوم تفقدها تلفونك العادي عادي وتحسش إن عندك ميزة ولا عندك حاجة كويسة ولا عندك نعمة، لكن يوم تفقد التلفون ما عندكش كيف تشريه هذاك تحس بقيمته. والديك حتى هم مثال لا سمح الله، معناتها الحاجات هذه ما تبانش إلا لما تفقدها الواحد. بكتنيس احنا قررنا بندرسها مع بعض، جينا بالصناعة مع بعض نلقوش هذيك الدفكت بنادم عايش يا سلام عليك، صار هي كوظيفة ما عندهاش مهم، نلقى فيها امتحانات علاش؟ أكيد فيها something wrong خلاها يجيب فيها امتحانات. أوكي شنو something wrong؟ هذا اللي بنقوله كأوريجن وتشد أهي الصورة، صورة محلاة سوبيريور ريموس اللي خديتوه زمان، سوبيريور ريموس تاع بيبك بون يباه الانسيرشن جت هنا شدت في الفيمور، أما بارت من الفيمور في اللينيا أسبرا اللي حكينا عليه اللي في خلف الفيمور، وين؟ تحت الجريتا تحت الليسر تروكانتر، أي الليسر تروكانتر في اللينيا أسبرا، صار سهل الأوريجن سوبيريور بيبك ريموس الانسيرشن في اللينيا أسبرا، حاجة كبيرة توانية. نيرف سبلاي شنو قال فوق ترى اقروا معاي في مرة النيرف بعض المرات تاخذ من نيرف ثاني تاع الميديا كومبارتمنت شنو سميناه اوبيوريتور نيرف باهي شنو رايكم شنو الاكشن نتاعها ترى شكون يقول لا لا هذه نحوها على جنب اي عندي مصل ثانيه احنا اخترعناها وحطيناها في بنادم اخترعوا ديروا بناء حاجه باهي لبنادم درنا مصل قلت لكم المصل هذه نحط الفيمور النيرفي غداه معناتها شو الاكشن تاعها المصل هذا فليكشن ريتو تقدر تعرف الموفمنت او الاكشن بالنيرف وتقدر تعرف النيرف من واحد قلت لك المصل هذه دير فليكشن للهب شكون يغدي فيها فيمور يا سلام خلاص ريحتني هالمعلومه هذه صار هذه المصل اللي غداها الاوبتيوريتر وغداها الفيمور معناتها شو الاكشن تاعها فليكشن واحد ثانيه الدكشن اوبتيوريشن وظيفته الدكشن ولا صار هذه المصل عندها تو اكشن لما نقولوا تو شو نقولوا فيها بالطب احنا اللي عندها اثنين دول كلمه اللي تعرفوها كلكم دبل يقول لك مصل دول هذه اللي بيكون تشدوها علينا نجيب فيها ديما في الاسئله لا لا لما يتخرجوا يطلعوا برا تحصوا فيها قداش دكتور زمان كانوا معي في بريطانيا وكانت يا دكتور محمود شنو هي الدول دول دي يو اي ال هي دبل لكن هذه الكلمة العلمية أصح دول نيرف سبلاي عندها تو نيرف سبلاي اسمها دول نيرف سبلاي وعندها تو أكشن اللي هي فليكشن and adduction الكوادري السبس قداش واحدة أربعة كوادري صوت شماعة نكملوا على الأقل نمشي ماشية باهية ريكتوس فيمورس ريكتوس شو معناتها كلمة ريكتوس لو ترجعوا الانترودكشن المفروض انتم تقولها لي كلكم الانترودكشن اعطوها لكم الشيب بتاع المصل كيف قسمتوها من زمان باي بنيت وملتي بنيت هذيكم على الفايبرز نتاعها وعلى الشيب فيوزي فورم وواحده ريكتانجولر وواحده ريكتوس ريكتوس يعني زي المستطيله زي المستطيله مصل زي المستطيله اسمها ريكتوس فيمورس فيمورس لا في الفيمور علاش قال فيمورس علاش دلنا الكلمه الثانيه هذه تعبنا بها أكيد في ركتس في الجسم تانية زي شنو ركتس الدومينوس مثال باي وفي فلاك والنكبة تالي ممكن مصل تاني على العموم ركتس في مورس عندها تو هيدز عندها تو هيدز شنو ما تو هيدز هذو مايا واحدة منهم اسمها ستريت هيد وواحدة منهم اسمها ستريت هيد وواحدة اسمها ريفليكتد هيد ستريت هيد وريفليكتد هيد ناخد ستريت هيد وين بتشد في حاجة اسمها anterior inferior iliac spine الأولى شو اللي أخذناها قبل شوية anterior superior spine شدوا فيها حاجتين وين الليجامنت و سارتوري ناخذوا اللي تحتها anterior inferior iliac spine حتى هي بشد فيها مصل وليجامنت الفوقية شو كل اللي شد فوق ليجامنت هنا المصل شنو هي المصل اسمها straight head of rectus femoris صار straight head of the rectus femoris وين شد شد في الانتير سوبيريور سباين في الابر بارت نتاعها في اللور في ليجامنت زي غادي اللينجوين هنا شو بيكون اسمها اليو فيمورال ليجامنت اسمها اليو فيمورال ليجامنت مجرد الاسم تو مبدئيا بناخذوه لما ناخذ الهيب جوينت اليو فيمورال ليجامنت ها
خلينا منه تو مبدئين، حد شد التور شي كويس، مش مشكلة. الرفلكتد هيد وين بتشد؟ فوق الاسيتابلم، فكر بالاسيتابلم ولا؟ فوقها بالضبط يشد الرفلكتد هيد، صار ستريت هيد، شدت في الانتيريور، انفيريور، اليك سباين. الرفلكتد هيد وين شدت؟ فوق الاسيتابلم. ذاتس ات، هذه المعلومتين اللي فيك تشدوها. هذا الاورجن تحت. يلتحموا اثنين او يلتحموا العضلتين مع بعضهم، وداروا عضله اسمها ريكتس في مورس. وين شدت؟ شدت هني، شو اسمها العظيمه ندور هذه؟ باتيلا. شدت في الابر بارت نتاع الصابونه، نقولوا له احنا هي الباتيلا، شدت في الابر بارت نتاع الباتيلا. وبعدها اختفت، بدت عظمه بس، تحت الباتيلا تكونت فيري امبورتنت تندون، فيري 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 امبورتنت لكل دكتور. نقول لكم هذه حاجات عليها. هذاي شو اسمها هذاي؟ اسمها باتيلر تندون. باتيلر تندون. باهي، هذا اسمها باتيلر تندون. وين شدت باتيلر تندون هنا؟ في التيبيا. لو تحط كلكم ايدكم على تاع التيبيا هنا تلقوا حاجه بارزه كلها، هي اللي نصلوا عليها ونسدوا عليها ونرفع عليها ونديروا نسدوا عليها. هذا شو اسمها؟ اسمها تيبورستي، اسمها تيبيا تيبورستي. ألف مرة تاخذوه في الفيديو في الاطفال، في الكبار يوم ما في سنه رابعه خامسه على التيبيا تيبورستي. مهم. سنرجع نعاود معليش. ريكتس فيمورس. ثاني مسرح دينار في اللور ليم، في التاي، في الانتير كومبارتمنت. كان نتير بغداها غصب عنها في مرة النير أوريجين، وعندها تو هيدز، هيد اسمها ستريت يطلع من الأنتير وفير إليك سباين. شنو فوق؟ شكون فوق؟ ليجامنت اسمها إليو في مرة ليجامنت. الجهة العضلة الثانية الهيد الثاني اسمها رفليكتد هيد، وتشد فوق الأسي تبلا. الاثنين يلتحموا يشدوا وين؟ في الأبر بوردر بتاع شكون؟ بتاع الباتيلا. وبعدها يتكون تندم في اللور بوردر بتاع الباتيلا زي الصورة، يشد في التيبيا التيبورستي. هذه المصل نيرس اللاي معروفه. شنو وظيفتها؟ مرت على جوينت فوق. اي مصل تجي قدام جوينت شو بتدير لي؟ فليكشن. مرت على جوينت اللطيه شنو دارت لي؟ اكستنشن. دارت لي اكستنشن. صار هي فليكشن تدير في الني فوق في الهيب، وتدير اكستنشن في الني. هذه شنو سميناها؟ ريفلكتد هيد. تعتبر جزء من شكون؟ من الرباعيات. كلمه رباعيه شنو قلنا احنا؟ كوادري سيبس. كوادري سيبس. صار كوادري سيبس رقم واحد العضلة اسمها هدية اسمها ريكتس فيمورس. شو بيخش علينا؟ ثلاثة اسم يبدأ مبدئيا فاستوس. معليش فاستوس لاتيرالس، فاستوس ميديالس، اللي بيناتهم انتر ميديالس. صار فاستوس لاتيرالس، فاستوس ميديالس، والوسطية فاستوس انتر ميديالس. هدية ناخذ اللاتيرالس. مرت علينا قبل اللاتيرالس، شكون يذكرني؟ دويت عليها انا في اليوم. تحت الاليوتيبيال تراك. ايش قلنا الاليوتيبيال تراك؟ شو العضله اللي تحتها؟ فاستس لاتيرالس. هذه اوريجين زي مصل. في ما بين جريتر تروكانتر والليسر تروكانتر في خط سميناه انتر تروكانتريك لاين. هذا في الفيمر. صار هذه جريتر تروكانتر شفها. وهذه الليسر تروكانتر في خط هنا واضح في الفون اسمها انتر تروكانتريك لاين. هي شدت معاه. هاي الانترو تروكانتريك لاين اهي شدت. وين شدت الثاني؟ شدت حتى في اللينيا اسبرا. خلوك في الجريتر تروكانتر بيز ما تدوروهاش، شدوا لي هما زوز انتر تروكانتريك لاين واللينيا اسبرا اللي نلقوها خلف التالي. لاحظ المصل هاي لابده هنا شويه وجايه من التالي شاده في الخط اللي خلف الفيمر، ما يبانش من قدام، من خلف اسمها لينيا اسبرا. صار عندها تو اوريجن ان هي انتر تروكانتريك لاين، والخط الخلفي اسمها لينيا اسبرا الفيمر. عندها تو اوريجين في الفيمر. طلعنا منها. الانسيرشن زي اختها، يا سلام ارتحنا توا. الانسيرشن وين تشد؟ في الابر بوردر بتاعت الباتيلا. بيطلع ليجامنت شو نسميناه؟ ليجامنتوم باتيلا. اهي مكتوبه ليجامنتوم باتيلا. وين تشد هنا؟ في التيبيال تيبورس. كلهم الانسيرشن واحد. ارتحنا. فيش الا الاوريجين يختلف. النيرف سبلاي واحد. الاكشن واحد. والنيرف سبلاي والاكشن شنو ثاني؟ والانسيرشن. ما عندكش الا الاوريجن يفرق ما بيناتهم ثلاثة، صار اسهل ثلاثة مصلز ولا أربعة تقراهم في الطب كله في الكلينيك، لأن ثلاثة يختلفوا في الاوريجن بس. عرفنا الاوريجن، صار الاوريجن عاود الانتر تو كونتريك لاين واللينيا اسبرا من تالي. الانسيرشن زي خوتها وين؟ في الابر بوردر بتاعة الباتيلا، بعد تالي يكون ليجامنتو باتيلا من اللور بوردر بتاع الباتيلا يشد في التيبيال تيبورستي اللي موجودة في الانتير سيرفس بتاع التيبيا بتاع الشعر. نير سبلاي وظيفتها اكستنشن، كلهم اكستنشن، اتفقنا.
فاصل سمي ديالس زي اختها الحمد لله زي اختها صار فاصل الاوريجين كل الدنيا كلها زي بعض صار فاصل لاتيرال سمي ديالس يشتبه كل شيء اوريجين زي بعضهم انتر كانتر كلاين واللينيا اسبرا الانسيرشن خلاص دوينا فيه هلبة النيرف سبلاي الفيمورا الاكشن بتاعها اكستنشن للليج كلها زي بعض تفرق في حاجه واحده يعني لو انت خيروك بتقص واحده منهم غصبا عنك الله غالب مضطر تقص اللاتيرا وما تقصش الميديالس الميديالس عندها فيري امبورتنت اكشن تاني بغير هذا خل تبعوا شوف تبعوا الانسيرشن بتاعها هذا الاوريجن زي بعض ما هو لاصقات مع بعض وهذا علاش دارهم صوره واحده مشيت لما وصلت قريب للباتيلا شوف دارت فايبرز هوريزونتال مش عموديات هذيك شدت عموديه هذه يا اخي ما زال اكثر المفروض هوريزونتال عضلات الحمر هلبة يتاكل هذه الانسيرت هوريزونتال فايبرز هلبة شدت في الميديال سايد بتاعت الباتيلا هاد ماي فيري امبورتنت مسلز طلع فيكم عليها فايبرز هاد ماي وهي نازله هذه مسكت حتى في الكبسول بتاع الني جوينت الكبسول بتاع الني جوينت اللي هي الني جوينت فيها كبسول دارت حتى انسيرشن غادي صار عندها ثلاثة انسيرشن في الكبسول في الميديال بوردر بتاعت الباتيلا ولوطة زي التندونز الثانيات شدت في التيبيال تبرس ثلاثة انسيرشن أهم جزء في العضلة العضلة هذه كلهم هيال فايبرز هما الحمر علاش؟ لا لاحظوا معي ركزوا هذا كلام ما تمشي كتابات مش حتى مهمة هذه من الحاجات الصعبة شوي ترى لاحظوا معي شوف الفيمر كيف ما الفيمر كيف وضعها عموديه ولا غير عموديه مش عموديه كيف داير الفيمر هيك الفيمر ها تخيلوش الفيمر رجلين هيك الفيمر خاش لداخل ما هي التيبيا كيف فيرتيكال عموديه ولا لاحظوا لو ترسم خط من هنا وخط من هنا تلقى في زاويه من بيناتهم مش اثنين عموديات على بعضهم هذا مايل الفيمر لاحظوها مايله 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 وهذه نزلت عموديه عموديه في بيناتهم زاوية لما العضلات هذه الكواديسيب تنقبض شو بتدير الباتيلا عندها تندسي تمشي تندسي عندها قابلية تمشي لاترال تهرب وهالبنات يجون زمان نختم حتى عضلات في بريطانيا شوية يجو لما يقولك انت حرك يا دكتور الباتيلا تقولك تهرب تحصل هنا يا مسكين يرجع فيها بعدها حتى حركة عادية بيوقف خلاص ذات الاريا كلها ويك وكل شيء صار عنيه لما بنوقف شوف الفيمر بتاعي مايلة وبالتالي عموديه في تندنسي كلمه تندنس يعني قابليه ان الباتيلا جوينج لاترال كلمه جوينج لاترال تطلع مكانها شنو كلمه تطلع من مكانها شنو خديتوها زمان ديسلوكيشن صار ذير از تندنسي اوف ذا باتيلا ديورينج امتى خلينا ناخذهم الاول ديورينج كونتراكشن تاع الكوادريسبس ستبس مهمات ها ذير از تندنسي اوف ذا باتيلا تو ديسلوكيتد لاترالي شوية الفايبرز متاع الفاستس ميديالس اللي شدات في الميديال سايد متاع الباتيلا لما يكون سترونج يمنعوا الباتيلا ديستوكيتد لاترالي بعض الناس اللي يقعدوا مدة طويلة في السرير الجزء الذي يستعمل في الدنيا شنو هي ينمو يكبر واحد لما يجي فتقال عضلاته تولي حاجة غريبة ما يستعملش واحد زي الناس مشلولين تلقى عضلاتهم صغيرة لأن اسمها ديسيوز أتروفي ما يستعملش في العضل حتى هذا واحد افرض قلنا له جبس قعدت 3 شهور علاش الجبس عمره ما خلوه مده طويله العضلات هذه ترتخى تضعف اجي اول ما بيوقف يبدا يلقى الباتيلا تطلع لبرا علاش لان الميديال فايبرز نتاع الفاستس ميديالس اللي هم دايرين الانسيرشن في الباتيلا صار فيهم ويكنس صار هذا اهميه الفاستس ميديالس مهمه جدا في النقطه هذه الكبسول علاش شدت في الكبسول احنا مقايل هيك توني ها لما ندير اكستنشن شنو هي اكستنشن؟ عظمتين هما واحدة ها فوق هذه الفيمور هذه اللطية الكبسول بعض الكبسول لأنها لاكس تخش ما بيناتهم مفروض لما درت اكستنشن تحصل على الكبسول هذه مشكلة مش الكبسول تخش فص الجوينت تهلك لك الكارتلج وتضيع الجوينت كلها شنو يدير؟ لما أنت تدير اكستنشن العضل هذه الفاست ميديالس تطلع الكبسول برا باش لما تسكر ما تخشش ما بين العظمتين صار واحدة من وظيفتها شدت في الكبسول to prevent the capsule entering the joint during extension. صار عندها two very important actions. واحدة منهم الكبسول تمنع الكبسول engaged inside the joint during extension. اتنبه كان عندما تخشت لداخل تقطع الكبسول. الشيء الثاني prevent the dislocation of the patella laterally during contraction بتاع الكوادريسبس muscle.
سالفاسز ميديالز عندها very important functions بصراحة. انتر ميديالز دو فارغة حاجة بسيطة يعني ما بيناتهم ما تمنيش فيها حتى حاجة. دكتور شوف لا معليش خركس على الفايبرز. اوكي ترى نبيكم انت تقولين وين الميديال هذا ولا هذا؟ وين اللتر؟ على اليمين هذا شنو؟ لتر ميديال ميديال ولا لتر؟ مش معك رأيين لتر وميديال لتر علاش لتر؟ لأن فيه شنو؟ فيبيلا فيه الفيبيلا باهي المص اللي كنت نحكي عليها وين الفايبرز هما؟ الله شوف الفايبرز شوف الفايبرز صار الفايبرز هذه مايا اللي هما جايات ميديالي نتاع فاسس ميديالز شوفوا كلهم شادين في الباتيلا من كل مكان هذه بريفنت الباتيلا انها تمشي لاترال ما تهربش هيك هذه فيري امبورتانت ماسل في عضله صغيره مش حاف في الصوره اسمها ارتيكولارس جينوس ارتيكولارس معناتها ارتيكولار جوينت مفصل ارتيكولار جوينت جينو معناتها صغيرونه مفصل هذه جزء من شكون هذه جزء من المصل الوسطية تكون هي المصل الوسطية فاستوس انترميدياز صار فاستوس انترميدياز جزء منها صغير شد الأورجن بتاع وين؟ في الشافت بتاع شكون؟ بتاع الفيمر من قدام أعطيناها اسم شل اسم سميناه هولا أرتيكولارس جينس كاسم هي جزء من شكون؟ من الفاستوس انترميدياز الأورجن من وين؟ من الشافت بتاع الفيمر في اللور بارت هو الأورجن الانسيرشن وين؟ في الساينوفيال ممبرين بتاع الني جوينت شنو الساينوفيال ممبرين عبارة عن ساك ساك فايبرس تيشو قالك هذا الفايبرس تيشو ها ساك حاجة شنو مرخيرة تحسبهاش حاجة غليظة لو انا رخيتها شو بتقول بتطيح لطة زي اي كيس بيقول لطة شنو نبوه نجينا الكيس هو حطينا مصل شداتها ديما فوق مش يبدأ ديما في هذا الكيس كان بنرخوه لا حطينا له مصل شداتها من فوق سميناها ارتيكولارز جيرس صار هذه الكبسول متاعها شادتها حاجة فوق أو الساينوفيا الممبرين أحسن من الكبسول شادتها حاجة فوق الساينوفيا الممبرين يسموا فيه هدية ارتيكولارزين بيه خلنا أخذوها بالعكس قصينا المصل نبو نعرف قيمتها شي لقيت تبدأ الساينوفيا الممبرين بدي يخش فصل الجوينت على حركتين متاع الجوينت هيك قطع هو فيري تن رقم البيبر متاعكم صار نرجع ارتيكولارزين اسم عنها مصل صغيرون ما تساوي شيء لكن وظيفتها very important function صار مش كل حاجة كبيرة تعني فاهم أصغر دواء اسمها ديجيتالز يقتلك في ثواني دواوات ناخذوا فيهم تاع فيتامين دي وكبسول هيك كبرها ما يديلكش حتى 20 حبة ما يديلك شيء صار هي ما تعنيش الكبر الفانكشن لا أهمية مصر صغيرة وظيفتها شنو تشد شكون الساينوفيال ممبرين فوق علاش لما دير اكستنشن للجوينت ما يخش الساينوفيال ممبرين فصل الجوينت كان ما خشش ما ينضربش ما يتقطعش كان يتقطع مشكله بيطلع السائل برا معناتها يصير لك احتكاك وتصير مشاكل النين اللي نعرفها نعاودوها ارتيكولار جين خيرها جزء مشكون من الفاستوس انترميدياز اوريجين اي الصوره شد وين في الشافت بتاع الفيمور في اللور بارت في الانتيريور سيرفيس وظيفتها انسيرشن وين انسيرشن في الابر بارت بتاع الساينوفيال ممبرين بتاع الني جوينت قدام شكون بيغذيها غصبا عنها الفيمورال ريتراكشن تحضروا الكلام هذا of the upper part of synovial membrane of the knee during extension بس ما يصيرلاش injury ما ينضربش very important function يا جماعة very important ولهذا الناس اللي يخدموا في عمليات الجهاد يبدا يخموا فيها المصل هذا خير ما يضربوها يضيعوا النيه بعدها لأنه بيضربوا synovial membrane باهي اللي بعد في مرتين تمت المحاضرة نص ساعة احنا ما بنغطوا ولا ما عندكم شيء ولا ما عندكم شيء باه في مرتين معليش ليكم راهو خير ونعاود انا من النوع اللي عاود هل ما تخموش معناتها حتى لو نعطيه حاجه اكثر نعاودها ونعاود لاني هذا الكورس اللي يحضر معايا يمشي اكثر في حاجات راهو نجيب فيها في الواحد كيف انتحار تراي سنجولر ديبريسد اريا معليش نزيدوا هذه ونوقفوا كرة ترينجل معليش شوية مش حاية مش صعبة هيك مش حتكمل وراه نفوت احنا في الكورس اللي فات ما لحقناش عليه معليش ولو لم بسيطة مش حتتعبوا فيها في مرة ترينجل تريانجولار ديبريسد اريا سميها ترينجل كلنا نتخيلوا احنا في خط هيك واحد متلت شكل لا هي شنو قصة عضلة وعضلة وعضلة
بيناتهم زي الدبريشن لوتا دبريشن اريا، هذه تكونت اسمها تراينجل. صار تراينجل عباره عن شنو؟ ما بين عضلات. احسن اجابه لها انتر تراينجولار دبريشن، ما بين انتر ماسكولار دبريشن، ما بين ثلاث عضلات في لوطه نازل لوطه زي اللوطه هيك، هذه اسمها فيمورال تراينجل. صار هي تراينجولار ديبريسد اريا او انتر ماسكولار ديبريسد اريا. ديبريسد يعني نازله لوطه. لايز وين نلقوها؟ كل الناس يعتقدوها لما تقرا في الكتابات، لان الصوره ما تبانلكش الا هيك، فهي كل يعتقدوا انها في الانتيريور بارت نتاع الطاي هيك. الكتاب ما قدرش يصورها الا هيك، لكن هي في الحقيقه في الانتيريور ميديال، يعني المثلث لو بنرسمه هيك هيك، مش هيك مش القدام، هو انتيرو ميديا. يعني لو ضرب واحد جاك موسى هنا يبعثوا لك دكتور يقول لك هذا فيمورا تراينجل ضرب، يقول الدكتور هذا سكار هنا تم كويس. لو ينضرب موس في الجهه هذه هنا الفيمورا تراينجل. صار فيمورا تراينجل مش في الانتيرو، في الانتيرو ميديا سايد نتاع الثاي. الكلام مهم، هالبنات يديروا في عمليات يحسبوا القدام يفتحوا الفيمورا ارت يقعد يدوروا ساعه وما يصير شيء، وهذه مشاكل تصير لهذه العمليات. طيب هذه هذا التكاثر في الجراحه، تقرا في الليل يبدا يفتح كتاب الاناتومي ان شاء الله معودها 100 مره العمليه، تلقى كل جماعه الجراحه قدامهم كتاب اناتومي. ينسى لنا لازم يقراها بالليل قبل يمر عليها، تبدا خلاص خمسة دقائق تكمل فهم. الباوندرز حدودها، تو هنا في تريك معين ركزوا عليها، في تريك من فوق شنو نلقوا؟ جواين الليجمنت صح؟ او جواين الليجمنت باهي. لاترالي شنو نلقوا في جهه اللاترال؟ سارتوريوس مسل الميديال سايد نتاعها. ميديالي شنو نقول؟ ميديال بورد نتاع الدكتور لونجوس، العضلات هنا اسمها الدكتورز، واحده منهم اسمها لونجوس. الميديال بوردر نتاعها المفروض شنو بيقول لي؟ المفروض يقول لي لاترال بوردر ولا كيف هذه؟ فسروها لي، شكون يقدر يفسرها لي؟ او عندي مثلث هيك الفوق شنو دار المثلث؟ انجواينال ليجم هنا سارتوريوس قلنا ماشي هيك ولا؟ اما بارت منها الميديال بارت، وهنا المفروض اللاترال بارت نتاعها ولا لا؟ هي العضله شم دايره قايله هيك؟ شكون اللي مداير الحدود نتاعت المثلث؟ الميديال بوردر. صار الميديال بوردر هي اللي مدايره حدود المثلث. صار نرجع انجواينا اللي قبل زايد ميديال وميديال، مرات تضطر تحفظها لكن مرات يسر كان فور اللي يسلك. الميديال بوردر نتاعت السارتوريس ماسل وميديال بوردر نتاع الدكتور لونجز. الفلور شوف في لوطه مصل اليوسوس اللي جايه من فوق، بيكتينيس اللي خديناها لوطه، والادكتور لونجز حتى تشارك في تكوين الفلور تحت. الروف شو معناتها؟ الفوق شو نلقى؟ سكن سوبرفيشال فاشيا الديب فاشيا، هذه حاجات فوق. ولقينا مجموعه الارتريات المبكريكه شو سميناهم؟ سوبرفيشال سيرك كومبلكس ايليك، سوبرفيشال سيرك والفينات طبعا سوبرفيشال بجاستريك وسوبرفيشال اكسترنال بودندر ارتري والفينات. ولقينا الفين الكبير سميناه سافينوس، فين كبير حتى هو وشويه نيرف اسمها اليونجواينال، والثاني فيمورال برانش تاع جينيتو فيمورال وسوبرفيشال انجواينال فلوز. شوف الاتيري وول قداش حاجه فيها، معناتها شنو يهمني المعلومه هذه؟ انا جراح يوم نفتح في الجهه هذه حنلقى سكن ناحيتها. شنو نلقى في السكن؟ نلقى نيرفات شنو هما؟ اليو انجواينال وفيمورال برانش نتاع جينيتو فيمورال. قصيت زوج نيرفات، شو بتقص ارتريات وفينات شو سميناهم؟ سيركمفليكس سوبرفيشال سيركمفليكس اليك، سوبرفيشال ابي جاستريك وسوبرفيشال اكسترنال بودندر. ونلقوا حتى الليف نودات سميناهم سوبرفيشال انجواينال ليف نودز. يعني يوم تفتح من هنا حتلقى قدامك 100,000 حاجه ممكن بتقصها وتمشي وتخش، سب عليك ما عندكش خيار. هذا حال اللي يفتحوا هنا النزيف هلبة، علاش؟ شوف قداش ثلاثة ارتريات وثلاثة فينات. لو فتحها هنا قدام ما عندكش مشكلة لأنها بعيدة عن الفيمورال تراينجل. هذا علاش قلت لكم الفيمورال تراينجل لازم تعرفها وين؟ صار هو في الأنتيريو ميديال بارت بتاع الطاي حدوده انجوانا ليجامنت وميديال بورد بتاع الدكتور لونجوس وميديال بورد بتاع سارتوريس. الفلور لوطا اليوسوس ماسل البيكتينيس والدكتور لونجوس. الروف هالبحاجات السكن مع تو نيرفز اليونجواينال وجينيتو فيمورال الفيمورال برانش نتاعها. شن تاني؟ ارتريات وفينات اسمها سوبرفيشال سيركمفليكس سوبرفيشال ابي جاستريك واكسترنال بودندل. ولوطا شن تلقى تاني؟ شوية لمف نودات، هذا يعتبروا يديروا انتيريو وول. اشوفوا معي الصورة في الانتيريو ميديا، هذا شو اسمه الخط؟
الواين وهذه مصر كارتوس الميديال بوردر وهذه الدكتور لونجس الميديال بوردر الفلور هذا الفلور عضلات اللي نلقاهم هنا حنلقى البكتينيس هنا اليوسوس هنا الدكتور لونجس هنا الثلاثه السكن والنيرفات نتاعها والارتريات وكلهم حنلقوهم في الانتيريور وول او اسمهم اللي هي الروف نتاعها صار هذا مكونات المثلث او المثلث مبدئيا كم تشبح على العظام مش على جثه نقوين الليجامنت تبع البوردر نتاع هذا السرتوريس لاحظوا السرتوريس هي ماشيه مرت على شكون على الهيد نتاع الفيمور او على الهيب جوينت على الهيب جوينت يوم لما تخش الهيب جوينت مرات تلقى روحك اللي بجنبك اللي ساعد فيك الجراحه يقول له دف العضله هنا يشدها بشنقال هيك يقول هيك يبدا يدفها يبدا العمليه كلها هو شاد علاش باش تبعدها لانك انت تخدم على الجوينت ولا شكون يمشي فوق الجوينت تو لاحظناه سرتوريس ماسل هي شوف صوره قداش تهم باهي مش انت هنا الميديال بورد العادي اللي مدارها هو الدكتور لونجوس وهذه سرتوريس وهنا الانجوينال ليجمنت هذا نحينا المكونات محتوياتها كلكم تعرفوها خذوا فيمر ارتري وفيمر فين لما نقول فيمر ارتري وفيمر فين شو لازم نقول كلمه تو شيت يا سلام عليك الفيمورال شيت صار فيمورال ارتري وين ناخذوه وبرانشاته الفيمورال فين والتربيترز نتاعها والفيمورال شيت ثلاثة أربعة خمسة لازم نقولهم هم الأولين شنو نلقى النيرف الثاني لاترال كوتينيس نيرف نتاع التاي شكون نلقى الثاني التيرمينال فيمورال نير التيرمينال برانش نتاع الفيمورال نتاع نقول لكم عليها بحتالي الديب انجوينال ليف نوز نلقوه من الداخل صار شنو لقينا داخل فصل المثلث هذا فيمورال ارتري خلينا ناخذوها بالعكس انت قالك انت اول بديت جراحه فرحان بيعطوك عمليه على الفيمر ارتري تمشي تقعد تقول الفيمر ارتري وين نلقى هذا في الطاي تعال الفيمر تريانجل تلقاه حاصل عليه حاجه فيمر شيد بروحه حاصل عليه لا معاه في ثاني فيمر فين صار فيمر فين والفيمر ارتري ومعاهم قناه سميناها فيمر كانال الثلاثه مع بعض وين النيرف مش مذكور النيرف لاتر بعيد يخش في الشيد طب نقول هاي بنركز عليها هذا بعد في مرة النير بروحه يطلع تو نشوفوا صورة قال فصل الشيت ثلاثة حاجات في مرة الارتري جهة اللاترال في مرة الفين والميديا البوك اللي نلقى في مرة الكنال اللي فيها شوي سمول لينفلوس سميناه كلوك ويت باهي هذه مي هذه مكونات صار نعاود شنو محتوياتها في مرة ترينجل في مرة الارتري في مرة الفين والشيت نتاعها شنو ثاني بنلقى لاترال كوتينس نيرف نتاع التايب لقيناه شن تاني بنلقى اللي هي ديب انجوينال ليمف نودز هذه الحاجات اللي بنلقاهم في الترينجل نتاعنا باه شنو هو هذا لو انتم قولوا لي هذا شنو هو هيا جاوب سمعت هذا في مورال ارتري من قال او طوبوا بحدها تاني علاش مش هذا الارتري يس هذا الارتري هذا فين من قال اللي يقول لا مش هذا الفين شنو هو حاجه ثانيه من قال هذا الفين اقنعني ما مش هي مش حب كل يقول لي هذا من قال هذا الفين ولا الفين ياس يا سلام عليك اه الدكتور قالها يخش فيه شكون قريت صافي نص زين ها وين خش عليه في جهه الميديا سايد باهي وهذه الفتحه شنو اسمها الفوق قلنا فيمورال رينج بكريكه ما كملناش فوق الشيت من فوق تنعاودها بعد كذا هذا شكون هو معناتها نير هذا الفيبر النير ما يخش معاهم في الشيت الشيت هما الزوز بروحهم هذا فيبر النير خارج الشيت برا لاحظ الفيبر النير غليظ 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 بعدها انفصل معناتها بعد 3-2 انش او 3 انش او حزي هذا ينقسم 4 سنتيمتر في الغالب يتقسم 10 فيبر النير برانشاته صار ينتهي صار وين ينتهي الفيبر النير 1 انش او 2 انش تحت تكون لينجواين الليجامنت وانقسم الى فروع هنا ينتهي حاجه اسمها فيمر النير لكن هو ما يخش مع الشيت وينقص او 4 سنتيمتر بلو الموايل اللي قبل يعطي فروعه كلهم ينتهي خلاص ما عادش يبدا عندي فيمر النير ويكون خارج الشيت هذه معلومتين ما له هذا شنو هو لاترال كوتينيس نيرف بتاع الطاي من قال او خاش تحت شكون او فصل قلنا الموايل اللي قبل عند بعض الناس صار هذا لاترال كوتينيس نيرف بتاع الطاي وهذا الفيمورال نيرف 4 سنتيمتر وينتهي ويعطي برانشاته وهذا الفيمورال ارتري وهذا الفيمورال فين وهذه الفتحه اسمها فيمورال رينج 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 خلاص خلاص